السلام عليكم. منطقة الشرق الأوسط تستعد لصدام عنيف خلال ساعات، أو هتظهر بوادره خلال ساعات. إيه هو ده بقى الصدام؟ ده سؤال مهم، لكن السؤال الأهم إن مصر تستعد لحرب إسرائيل، وإسرائيل بتستعد هي كمان لحرب مصر. مش كده وبس، ده العالم بيستعد لحرب عالمية تالتة تقدر تقول إنها بدأت. ده مش كلام جرايد، الإجابة هتدهشك، خاصة إن دي حرب ما فيهاش حياد، يا معانا يا ضدنا، ومصر هتدخلها وهي تعلم. حضر بقى 50 شاي عيار تقيل، وشوف الحلقة للآخر، ضروري جدا. الفريق السياسي في 50 اقتصاد بيرسل تحياته، وما تنساش تشترك في صفحة الفيسبوك وقناة اليوتيوب، تعلق على الفيديو، تعمل لايك، يبقى حلو قوي، ده بيدعمنا على فكرة نطور من محتوانا واللي بنقدمه. لو شايك جهز هاتوا يلا بينا. أنا محمد أبو عاصي، وجاي أكلمك مصالح في اقتصاد، في سياسة، في معلومة، 50 اقتصاد. الكيان أو اللي ما يتسموش بيستعدوا لاجتياح سوريا خلال ساعات، ويصلوا حتى دمشق. اوعى خبر زي ده يعديك، لأن ليه كواليس خطرة. أبسطها إنك كمصر على موعد مع صدام مهما تأجل، مع الغريم اللي بيتوسع في منطقة الشرق الأوسط، يتقدم في فلسطين، جنوب لبنان، وسوريا. الخريطة بتاعتهم اللي بيراجوا ليها، واللي هتظهر على الشاشة دلوقتي قدام حضرتك، قصة كبيرة جدا. طب ما تيجي نفهم القصة من البداية. من ساعات بدأت الصحافة العالمية وكمان الإسرائيلية تنشر أخبار عن تحركات لجيش اللي ما يتسموش لاجتياح سوريا. تطلع تركيا ترد على إسرائيل وتحذرها من دخول دمشق، وإنها حال دخولها هتكون في مواجهة عسكرية مباشرة مع تركيا اللي جاب القلعة جنب البحر. يقصد طبعا دخولها بالقوات البرية، لأن الطيران أو طيران ولاد شمعون للأسف رايح جاي في سوريا اللي بقت ملعب لقوة كتير، أمريكا، روسيا، إيران، تركيا، متواجدين فيها بقوتهم بالفعل. ده غير بقى الحركات اللي هي تقدر تقول فرعية. طب هي ليه تركيا بتحذر ولاد شمعون؟ هنا القصة. منطقة الشرق الأوسط بيحكمها حوالي 4 قوى متنافسة، مصر وتركيا وإسرائيل وإيران، دول أصحاب النفوذ، في حالة تنافس دائم. الخليج قوة، لكن قوة اقتصادية أو تمويلية، ونفوذهم مرتبط بالمال. إسرائيل تتوسع في فلسطين، تضم أراضي، تهاجم جنوب لبنان، وطيرانها يستبيح كل أراضي لبنان، ولو أخذت قرار الصبح بضم لبنان هتعمل كده، وبدون مقاومة تعطلها، وبتقضي على أتباع إيران، حزب اللبناني، وتقاتل الحوثيين، تتدخل بالطيران في العراق، ومؤخرا بدأت تخلي الأراضي الفاصلة أو تخلي الأراضي الفاصلة مع سوريا من الألغام لتوسيع تواجدها، والتوغل بهدف استهداف فلول الحزب اللبناني وأتباع إيران من الحرس الثوري الموجودين في سوريا. لما تيجي تشوف تاني على الشاشة الخريطة المزعومة هتلاقي إن إسرائيل خطتها واضحة، بضم نصف الأراضي المصرية بالطول بما فيها محافظة القاهرة، وضم الأردن، ونصف السعودية، وكامل لبنان وسوريا، وجزء من تركيا، ونصف العراق، وكامل الكويت. اوعى تسخر من المخطط ده، لأنهم شغالين وعشان ينفذوه. هي دي خريطة حدودهم المؤمنين بيها، ده غير مخطط التوسع بقى، حاطين الخريطة على لبس الجنود بتوعهم، وكمان على كافة أو في كافة مصالحهم الحكومية. هنا بقى ومع اتجاه إسرائيل ناحية سوريا، هل مصر عندها استعداد تسكت على التحرك ده، وعشان في يوم من الأيام هتصطدم بعدو وغريم يملك كل النفوذ والسيطرة على الأراضي دي، وهو بيعرف يتوسع ويوطن ويستوطن الأراضي دي؟ عشان بس نكون واضحين هنا، حضرتك هتسأل سؤال، هي مصر هتدخل حرب مع إسرائيل؟ هقول لك مصر هتكون جزء من حرب عالمية. بجد؟ إزاي بقى يا عم عاصي؟ هي مش الحرب هتنتهي باستشهاد أبي إبراهيم بن قوسين السنوار؟ هقول لك باقي الحلقة لازم تشوفها، شغل المزاج. الدنيا اتقلبت حرفيا ساعة ما استشهد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي والعسكري في حركة حماس، وسبحان الله عتروا عليه بالصدفة وقتلوا مجموعة من الجنود الإسرائيليين اللي لسه متدربين جداد في الجيش من غير ما يعرفوا ان السنوار، زي ما بيقول موقع منظمة ديفينس وان للدراسات العسكرية الأمريكية، واللي شك فيه اللي كان بيشغل الطيارة الدرون أو المسيرة بالريموت لما دخلت المبنى المحطم في رفح، وهو كان قاعد على الكرسي مصاب ومغطي وشه،
يعني اللي بيشغل المسيرة من بعيد هو اللي نبه الجنود لشخصيته، في حين انهم ما كانوش يعرفوه، والحد ما ضربوه طلقة في الراس اخدوا عينة من اسنانه عشان يضاهوها بعينة لديهم كانوا واخدينها منه لما كان في السجون بتاعتهم لما كان محبوس. لولا ما انطبقت العينتين على بعض ما كانوش يعرفوا ان السنوار، وتأكدوا انه فعلا يحيى السنوار. جميل، هي دي كانت القصة بتاعته. لكن السؤال هنا، ماذا بعد السنوار؟ ده سؤال مهم. البعض ظن ان ممكن الحرب تنتهي، العكس ده بتبدا. ردود الافعال العالميه الرسميه والغربيه بالتحديد كانت سعيده، واولهم جو بايدن الرئيس الامريكي اللي قال انه يوم جيد وعلينا ان نقف او نوقف اطلاق النار به، وكذلك الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشار الالماني شولتز ورئيس الوزراء البريطاني ستارمر. طيب الناس دي مبسوطه بتنتصر بنصر زائف على فكره. أما نتنياهو خرج من خطاب أو خرج في خطاب بيشعر فيه بالنشوة اللي بيسميها مزيفة، لأنه زي ما بقول لحضراتكم قتلوا بالصدفة. ديفيد ويت القائد السابق في حلف الناتو بيقول على موقع ديفنس وان للدراسات العسكرية، وده موقع مهم جدا، إن المخابرات إياها ما عرفتش بالرغم من القلق الخطير اللي عملته والصدمات اللي كلنا أخدناها بعد التفجيرات البيجر والاغتيالات تحت الأرض اللي مات فيها أتباع الحزب اللبناني والباقيين، لأنهم جم عند السنوار وما عرفوش يعتروا عليه أو يتتبعوه. سبحان الله، قدروا وأجلوا وجه في اللحظة دي والمكان ده والحد عنده. وبيكمل نتنياهو إن الحرب ما انتهتش. طب عايز إيه تاني؟ على الناحية التانية أو التانية خرج خليل الحية من قيادات حماس في قطر ومن المرشحين لخلافة السنوار، بيقول هو الإيرانيين إن مقتل هو والإيرانيين يعني إن مقتل السنوار هيزيدهم إصرار وصلاب على مواصلة الحرب ضد المحتلين. طيب ده ملخص ردود الأفعال، وركز في الكام تحليل الجايين دول، لأن ده بقى اللي فيهم الزبد زي ما بيقولوا. طيب أولا، حجة إن السنوار كان هو العقبة قدام إنجاز وتحقيق الاتفاق بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب عشان يسلموا الأسرى أو المحتجزين لإسرائيل، المفروض انتهت. وطلع جون كيربي المتحدث الرسمي باسم مجلس الامن القومي الامريكي يقول ان السنوار كان اكبر عقبه، وامريكا والبنتاغون مستمرين في دعم اسرائيل ومنع او ردع قيام حرب شامله في المنطقه. تقرير حلو قوي استخباراتي صادر عن مجله فورين بوليسي بيقول ايه بقى؟ بيقول ان مقتل السنوار ليس نقطه فاصله زي ما تنياهو والغرب فاكرين، بالعكس تماما، ده منح الحياه بقوه الحماس، والتاريخ بيقول ان مفيش حركة مقاومة استطاع المحتل انه يقتلها بالقوة. دي نقطة. طيب قال تاني ايه التقرير ده؟ ديفيد بيرتوس او بيتروس رئيس المخابرات الامريكية السابق بيقول في صحيفة او في صحيفة الزهل ان مقتل السنوار صعب عملية السلام وليس العكس، لانه خلق فراغ في قيادة الحركة. يعني الاول كنا بنتكلم مع السنوار، دلوقتي هنتكلم مع مين؟ ده اولا. ثانيا، على الجانب الاسرائيلي ديفيد بيأكد ان نتنياهو لا يستطيع فرض اراءه اصلا على التحالف او الائتلاف الحكومي بتاعه، يعني لا امل في عقد سلام دائم مع الفلسطينيين. ثالثا، مفيش رؤيه سياسيه لما بعد انهاء الحرب في غزه، ده لو افترضنا انها وقفت فعلا. طب في حاله لو حماس مش موجوده في السلطه، مين هيحل محلها؟ ده سؤال مهم. هل قوات عربية، وهنا عايز أفكر حضراتكم إن مصر رفضت كتير تروح غزة بقواتها قبل كده، فكانوا بيفكروا في قوات من دول الخليج، ودي بقى نقطة تانية. هل فعلا هناك مفاوضات دلوقتي مع الخليج إنه يرسل قواته أو قوات من عنده مشترك إلى غزة ليديرها ويشرف عليها وتبقى تحت إدارته؟ السؤال ده هتجاوب عليه الايام الجايه. لو افترضنا ان حماس اختفت من المشهد، هيبقى لازم ندرب عناصر فلسطينيه على حفظ الامن في غزه وتدير توزيع المساعدات، وبالتالي تبقى مدنيه وليست عسكريه، ونشوف موضوع اعاده بناء دي بعدين. طب كل ده كوم وعدم توفير الامان لاهل القطاع كوم تاني، لان قصور نظره حكومه الائتلاف لمستقبل اهل غزه وتوفير الامن والاستقرار ليهم لن يضمن باي حال من الاحوال اي سلام او استقرار، تستمر معاها الكارثة الإنسانية ونمور بقى مشاعر الكراهية ونمو أجيال كاملة من السنوار للمقاومة تاني وتالت وألف. طيب الكلام ده بيأينه تقرير تحليلي قوي جدا منشور في واشنطن بوست، لما قال إن نتنياهو لا يتعلم من التاريخ، يا إما قتلوا أو يا ما قتلوا من زعماء حماس السابقين، هل ده بقى موت أو سكت الحركة إطلاقا؟
ومهما ادعى نتنياهو تحقيقه للنصر، لكن ده لا ينفي الواقع الكارثي والمصيبة اللي تسبب فيه وليست حماس في غزة. الكلام ده بيعيده تقرير تحليل قوي في واشنطن بوست لما قال ان نتنياهو لا يتعلم من التاريخ. يا ما قتلوا من زعماء حماس السابقين، هل ده موت او سكت الحركة؟ اطلاق. ومهما ادعى نتنياهو تحقيقه للنصر، لكن ده لا ينفي الواقع الكارثي والمصيبة اللي تسببت فيها وليست حماس في غزة. طيب هيعمل فيها ايه نتنياهو؟ كارثة كبيرة دي هيعمل فيها ايه؟ واشنطن بوست بتقول لو افترضت معاكم ان امريكا كانت متوسطة ومرتبة اتفاق قبل مقتل السنوار ان هنوقف اطلاق النار ونتبادل 1000 أسير فلسطيني من بينهم 100 محكوم عليهم بالاعدام في مقابل تسليم كل الاسرى الاسرائيليين المحتجزين عند حماس وباقي الفصائل. الاتفاق ده كان قبل رحيل ابي ابراهيم وكان وجوده زي السيف المتسلط على رقبة نتنياهو وحكومته، لكن دلوقتي اسرائيل ممكن ما تقدمش العرض السخي ده مرة تانية، وبالتالي مفيش عملية سلام تنتظر ملايين، أو مفيش عملية سلام من الآسف. طيب وننتظر إيه؟ ننتظر ملايين السنوار في المستقبل. سيبك من كل ده وتعالى التحليل الاستخباراتي هو الأخطر، كتب واحد من كتاب العيار التقيل الوصلين قوي في السياسات الأمريكية والشرق أوسطية وراجل كان موجود في الحكومات بتاعت أمريكا وبريطانيا، هو الكاتب جورج ويل اللي كتب في واشنطن بوست يبشر العالم بنشوب الحرب العالمية الثالثة، وبيقول لهم انتوا ازاي لسه ما لاحظتوش ان الحرب قامت بالفعل، وازاي ترامب وهاريس مش بيفكروا فيها وبيرجع بذاكره الناس لورا شويه قبل ما تقوم الحرب العالميه الثانيه نهايه 1939 بدايه 1940 بالتحديد. وقال المشهد اللي احنا عايشينه دلوقتي مع الانتخابات الامريكيه مش بيفكركم بحاجه، الامريكان كانوا بيتخبوا او بينتخبوا روزفلت الديمقراطي ولي رجل الاعمال الجمهوري في الوقت اللي الجيش الالماني دخل فيه باريس واليابان احتلت جزيره منشوريا وروسيا دلوقتي احتلت اوكرانيا. روزفلت لما انتخبوه كان بيواجه دول الحلف زي ما هيواجه دلوقتي الرئيس الامريكي القادم دول الصين وروسيا وكوريا الشماليه وايران. تحركت البحرية الأمريكية زمان لحماية البريطانية في الحرب العالمية الثانية زي ما تحركت حاملة الطيارات قوات البحرية الأمريكية والبريطانية للشرق الأوسط لحماية إسرائيل وزودتها بنظام الصواريخ ساد مع 100 جندي وقائد أمريكي لتشغيل الرد على الضربات الإيرانية المحتملة بعد ما تضرب إسرائيل. يبقى إزاي مش قادرين تشوفوا ولا تدركوا إن الحرب العالمية الثالثة قامت بالفعل؟ ده كلام الراجل الكاتب لازار بيرمان في صحيفة تايم أوف إسرائيل، وده واحد من كتاب الحيار التقيل عندهم، أكد على كلام من سبقه بس حط تصور جديد لميادين الحرب على الأرض في غزة. يعني إيه؟ يعني الحرب هتقوم فين بالتحديد؟ ده سؤال مهم. بيقول إن السنوار كان بيوحد، الرجل اللي بيقولك إنه كان بيوحد ميادين الحرب والقتال على الأقل في غزة وفلسطين، أما دلوقتي إسرائيل بعد ما قسمتها لشمال وجنوب وشرق وغرب أصبح ممكن يكون لكل منطقة قائد والكل فصيل من اللي معاه شوية أسرة أو يعيدوا توزيعهم، وكده هنتكلم مع كل قائد ونعمل معارك صغيرة مع كل فصيل عشان نقدر ناخد اللي احنا عاوزينه، ده لو قدرنا. إن كان نتنياهو بيعتمد على القوى الكاسحة والاغتيالات اللي هتضعف التنظيمات المسلحة دي، أدينا شفنا إن الحرب أو حزب اللبناني بعد 15 يوم بالتحديد رجع وحد صفوفه وموت عشرات إن لم يكن مئات الجنود وأطلق آلاف أو مئات الصواريخ، وكمان راح المسيرات جوه اسرائيل بعتها. ولو اعتمدنا على فكره اجتياح لبنان برا فحب ابشركم ان الشتاء هيشد والمطر هيكتر والارض هتبقى مليانه طينه ومش هنعرف ننجز مهمتنا وندخل مصيده الحزب اللبناني مره تانية. ده كلام الكاتب. على الجانب الاخر اداره بايدن عايزه رد محدود من اسرائيل على ايران والعكس عشان تطلع كاميلا هاريس تقول للمناصرين لاسرائيل انا وقفت معاكم لاخر لحظه، وتطلع تقول للناخبين العرب والمسلمين أنا أنهيت الحرب ووقفت المأساة اللي حصل. لكن الكاتب بيرمان في تايمز أوف إسرائيل بيأكد إن نتنياهو مش هيوقف الحرب عشان يستمر في ابتزاز العالم مرة تانية. الكارثة اللي بيكشفها الكاتب بقى ولازم ناخد بالنا منها إن مهما نتنياهو أثبت وأعلن إنه عارف إنه بيعمل إيه فإن ده مش حقيقي، وإن إسرائيل تجهز لحرب كبرى مع مصر، وده هيكون ضمن نسق حرب عالمية طالت المدة أم قصرت رايح رايح، وإن إسرائيل بتستعد لحرب مصر ومصر كذلك تستعد، وإن مصر اللي هتواجهها إسرائيل دلوقتي غير مصر بتاعت زمان، دلوقتي أشد وأقوى وأكثر صوابة وتفوق. فدي نقطة تانية لازم تاخد بالك منها. نيجي بقى للمصيبة اللي كانت بتتحضر من ساعة طوفان الأقصى وحرب أوكرانيا وأصبحت مؤكدة بعد ما قتل زعيم الحركات المسلحة
مش بس في الشرق الأوسط أو زعماء الحركات المسلحة في الشرق الأوسط، لكن في إفريقيا والعالم كله، عملية الصراع والنفوذ اللي حصل. جريدة نيوزويك الأمريكية عملت لقاء مع الباحث لوكاس ويبر، ده رئيس وحدة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في مركز مهم جدا اسمه سوبان للدراسات، فجر قنبلة من العيار التقيل في وجه القراء والعالم، إن الوقت اللي كانت الدول الكبيرة مشغولة بحروبها في أوكرانيا والشرق الأوسط ودلوقتي في أنحاء إفريقيا وخصوصا القرن الإفريقي، فتنظيم داعش كان بيطلع أو بيطلع بدعاية واسعة وصريحة على موقع المجلات الخاصة اللي بيملكها، ومش هنقول اسمها عشان ما تبقاش دعاية، اشتغلوا يعلنوا إعادة تجميعهم لعناصرهم مرة تانية على مستوى أفغانستان والعراق وسوريا وأفريقيا من ناحية، وكل دول وكل دول أوروبا وروسيا وأمريكا من ناحية تانية، عشان ينتقم من الدول اللي حربتهم في الشرق الأوسط واللي بتقتل في الفلسطينيين واللبنانيين، يعني حرب شاملة بمعنى أدق وحرب كراهية، وده بيزنس لوحده وانتقام بقى ممثل في عمليات إرهابية بيغزوا بيها الصراعات اللي بين الدول اللي بين العالم أو اللي حول العالم. فبالتالي في حركات مسلحة راجعة لمنطقة الشرق الأوسط تاني، خد بالك للناس اللي بتحب تعمر سينا، التعمير ده مهم في التوقيت الحالي لأن وجود تعمير يبقى مفيش إرهاب. طيب حطوا بقى خريطة للصراعات أو حطوا خريطة للصراعات الجاية واللي بتنزل فعلا بالحرب العالمية التانية، إزاي عاصي الكلام ده؟ ده ما تحولش الموضوع مش كبير قوي للدرجه دي، لا ده حقيقي، حطوا الخريطه فعلا بدليل عوده نشاط تنظيم الشباب في الصومال واليمن والبحر الاحمر، دول تحت مظله واحده وما يمنعش يتلموا على حماس وحزب الله واخواتهم ما دام الهدف واحد عشان يحاربوا الدول اللي بتموت المسلمين، ده لو عملوا كده فعلا، بتكلم على داعش اللي المفروض بتضرب في المسلمين اكتر. التنظيم ده بيقول ان الوقت او ان الوقت اللي عايزاه امريكا واسرائيل يطعوا فيه ايادي ايران من مساعده روسيا والصين لما تدخل أمريكا في حرب مباشرة معهم في الفترة اللي جاية، لكن التنظيم هيشتغل على زيادة وتأجيج الصراعات وممكن يستخدموه في ضرب بعض زي ما حصل قبل كده في الحوادث اللي في روسيا واتهمت فيها أوكرانيا، عشان القوى الكبيرة دي تخلص على بعضها زي ما بيقول، وكمان عن طريق السمك الصغير. طيب ركز بقى معايا في الكام كلمة كده، خريطة الصراعات اللي جاية هتبقى كالآتي حول العالم ومنبعها أوكرانيا والشرق الأوسط، دول المنبعين الرئيسيين، كوريا الشمالية ضد الجنوبية وكوريا الشمالية ضد اليابان، الصين ضد تايوان، الصين ضد الهند، الهند ضد باكستان، الهند ضد بنجلاديش، روسيا ضد أوروبا وأمريكا، وكمان أمريكا ضد الصين وضد روسيا. أما على مستوى الشرق الأوسط بقى فحط أو حط غسان سلامة، ده نائب الأمين العام للأمم المتحدة والدبلوماسي سابق لبناني، تصور لخريطة الصراع في منطقة خلال الفترة اللي جاي، ونشر الكلام ده في صحيفة فاينانشال تايمز يمكن من ساعات قليلة. طيب تقرير ربط فيه التاريخ بالحاضر عشان يوصل لاستنتاج واضح جدا، قال ايه بقى مغسل ده؟ طيب انا هقول لحضرتك عليه. قال ان اسرائيل عملت توسع عسكري لفرض هيمنتها على الشرق الاوسط لإعادة تشكيله من جديد والقيام بالعمليات الديرتي اللي ما تقدرش تقوم بيها الولايات المتحدة، زي ما قال عنها وزير الدفاع الامريكي في عهد بوش ايام غزو العراق. المهم سلامة بيقول ان التوسع شمل غزة والضفة الغربية لضرب حماس وتشكيلاتها ولبنان لضرب حزب الله واليمن لضرب الحوثيين وسوريا لضرب الاهداف الايرانية والعراق وايران نفسهم لضرب تشكيلات الحرس الثوري وغيرهم، كل ده بهدف تغيير الأنظمة في دول الشرق الأوسط وأولهم إيران وإعادة رسم الحدود كما يتخيل أو يخيل لحزب الليكود. طب السؤال هنا، إزاي دولة في حجم إسرائيل تقدر تعمل كل ده وتتوسع في كل المناطق دي وهي بالحجم ده ومحاطة بدول عربية وإسلامية كبير؟ ده سؤال برضه. طيب غسان سلامة بيقول أن هناك عدة عوامل مكنتها من كده، العرب المفعول به أو سلبية الأنظمة العربية، ده مع النظر لترويدها لدول العربية كمان من خلال التطبيق والاتفاقية، وشحن دول الخليج ضد إيران عشان يبقوا معها في جبهة واحدة يعني يبقى العدو واحد، الدول المجاورة في موقف دفاعي يعني سوريا محتلة فعليا، العراق منقسمة وغير مستقرة من الاحتلال من سنة 2003، كسرت الجيوش العربية بعد ثورات الربيع العربي اتكسرت فعلا، التدمير العربي زي جيش سوريا ومن قبل جيش العراق ومقتل صدام حسين، والأردن لا حول ليها ولا قوة في نفس الوقت، من ناحية تانية إسرائيل تتلقى دعم عسكري ومالي بالدولار ودبلوماسي لا محدود من أمريكا وغيرها من الدول الغربية الكبرى، وكمان كسرها للنظام العالمي والقوانين الدولية اللي مع الوقت فقدت فعاليتها والمنظمات اللي طلعت منها وأولهم الأمم المتحدة قدام الغطرسة دي كلها. طيب
ده اللي عملته. عن الناحية الثانية بيأكد سلامة إن مصر لن تصمت، هي القوة الوحيدة المتبقية في الشرق الأوسط القادرة على هد المخطط كله، خاصة وإنها جاهزة وإمكانيات ضخمة، وإن مع الحرب العالمية الثالثة فمصر هتكون في مواجهة إسرائيل، وإن مفيش حد من حياز في الحرب دي بالذات، ومفيش عملية إنك تتجنبها. بيسأل سلامة بقى لو افترضنا إن ده حصل فعلا، لكن إلى أي مدى تقدر إسرائيل تستمر في تحقيق النفوذ والغطرسة دي؟ سلامة بيجاوب على السؤال وبيقول إن التاريخ كان أكبر دليل على عدم فاعلية إسرائيل والقوة الكبرى وعلى رأسها أمريكا من التمادي في أداء دور النفوذ ده حتى وإن طال الوقت، بدليل فشل إدارات أمريكية متعاقبة إنها تصدر لنا مشروع ديمقراطية الأنظمة العربية وفقا لمعاييرهم، ده لو افترضنا حسن النوايا، عشان يقدروا يغيروا الأنظمة والحدود هيكلفهم الدخول في حروب هتروح فيها أرواح وخسائر بالمليارات، بالإضافة للمعارضات داخل بلدانهم. أما الاستخدام المفرط في القوة زي ما حصل طول السنة اللي فاتت في غزة ومن بعدها لبنان خلاهم بلاد مكروهة، قامت موجات الكراهية بين شعوب العالم ولحق بهم العار والدم وارتكاب جرائم الحرب والإبادة، بالإضافة لتهويد أو بمعنى أدق تقدر تقول ترويض الجماعات المسلحة واستعدادها للانضمام لحماس وحزب الله وإخواتهم، يعني الفكرة والعقيدة القتالية والمقاومة لا تموت. وإذا كنت بتراهن على إنها تطول أو تطول فترة الصراع والحرب لحد الانتخابات اللي جاية، فسلامة بيقول إنه يحب يبشرها ويقول لنتنياهو ارجع لبيجن وبيريز وأولمرت بعد اجتياحهم لبنان كل مرة، وآخرها 2006 كلهم سقطوا في الانتخابات بسبب رهانهم على القوة المفبركة والحرب والفشل السياسي اللي عاملينه في لبنان، وإنها بيئة خصبة للجواسيس، لكن في النهاية سقطت معاهم حكوماتهم. في النهاية الموضوع أصلا جوه إسرائيل بيشتعل، صد واقع، سياسة واقعة، حالة توتر، في هروب جماعي من هناك، حتى الحاجات أو تقدر تقول الأساطير اللي رسمتها عنها بأنها بلد للأمن والأمان مش موجود. وإن كانت إسرائيل فاكرة إنها لما تضعف الدول اللي حواليها في صالحها، غسان سلامة بيقول إنها غلطان، لأن الشعوب المقهورة عندها استعداد دايما إنها تستقطب أو تنجذب أو تجذب كمان الجماعات المسلحة للقيام بأعمال عدائية وعنيفة للانتقام لنفسها. وإن كانت برضو فاكرة أن الأردن هتسكت ليها على تنفيذ خططها عليها هي ومصر وتهجير للفلسطينيين في الأردن كدولة بديلة لفلسطين زي ما كان متخطط ليها، وفي سيناء لأهل غزة، ومع الوضع في الاعتبار وجود الجيش المصري وإمكانياته والرهان على صبره، فبيقول تقرير مركز تشات هاوس، وده نقله للدراسات في لندن ومركز تقيل على فكرة، إنها غلطان لأن الجيش المصري وقياداته مش هتصبر طويل، وزي ما بتقول الست إنما للصبر حدود. أتمنى يكون التحليل ده عجبكم جدا، هسمع رأيكم في التعليقات، أشوفكم على خير.